الله الله الحجة ماشي حجة قاع مويمة الله الله على الدوبات المهم ما تعطيناش بعدا نديرو شي غولف ويت تخاك الله في شي رعد تبالج خمسة هكاك نشريو بقا نشريو حنا غولف 5 ولا غولف 6 باش ما تخاك عطينا شوية الزر بنك البنك اللي عندها تما البنك باش الاخوان السلام عليكم لاباس عليكم منين كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال الى اول مرة غتفرج فيها حباب كلاشين ديال اريستون دير شي جيم وشي ابوني ويلا نبداو من بعد هاد الانترو اي داك زيدي باي باي ما أصدت أن تشد في هذا السحر هذا السحر تشد في بأكترا كترا أنا كيشد في بزاف الدرية رخصك تطلع في رأسها دي ما خصت بقى نقية وفي آية من الجمال مثيني خصمت له حش رأسها مور الزواج وصافي اللي كانت كتول في الرجل هاد الشي خص مور الزواج تبقى هكا فهمتيني ولا ما فهمتينيش ما هذا فهمت يلا زيدي داك داك لومو افشوي افشوي اي 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 افشوي عليها كانت في الكورس لا المرة بغات بندق الحاج العثماني سيدي خلخل ايه ودي فرع الدرسة تزيد زيد هاب شوية عليك هاب شوية ما سامي الله إلا ما كان سيدي خلخلة عقلات عليك لا لا أنا صحراوي ها شد المرا وبوسها بوسين شو كتصور فيها مازال كتضرب معها السيلفي فهذه هي سنة الحياة هذه سنة الحياة لا مهرب منها ما عندك كي غديري فيك فيك وأجي هنا وأجي هنا وأجي هنا نعم سيدي اش يقولوا لك شنو هو اش تيقولوا لك نجاح الزواج ديالنا نعم سيدي الحاج العثماني الحل ابيض طويل قصير طويل دقيق زيد وزيد زيد الدرسات ايوا ايوا راه ضروري يا بونداكاني يا بونداكاني هذا الشكل اللي خصك انت خصك بونداكاني جديد بفضل الله من النهارده هلا والله النهارده كام رمضان؟ النهارده 13 رمضان جميل بارك الله على الشاب ورضا 500 جنيه بص كده ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة قال ثلاثة تعالى واحد اثنين ثلاثة ثلاث مجموعة واحد اثنين ثلاثة وب 500 جنيه بس ثلاثة ب 500 جنيه واحد اثنين ثلاثة سلام هما عندهم رخا 500 جنيه شحال هي غتكون دابا 500 جنيه ولك الله اعلم حيت باقي لك شي 300 درهم ولا قل كاع ما تبع الاموال مالك امالك وخلي عليك المهمه خليها شو دخل امك شو دخل امك شوف 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 فين خشيتي هاي 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 البنك الدولي والله الا البنك الدولي شو
ولا ولا غير المهمات 16 عامر المهمات المطلقات يا يما الحنجرة الخشبية جات هاد البلاصة الإخوان شي واحد ينفعنا وينفع الأمة الإسلامية بغينا نمشيو حتى حنا نشوفو نحيو السهرات حنا بغينا نحيو السهرات علاش لا ما نمشيوش لتما خصنا نمشيو نمشيو أصاحبي ونشجعو الثقافة ونشجعو الموسيقى المغربية تي شي واحد يقولها لينا في الكومنتيرات لحباك شوف شوف بغينا نشجعو الثقافة الموسيقى بغينا نشجعوها صافي خلي ليا في الكومنتيرات دير راسك مشتي والو تبارك الله على السيمو خيتو أي 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 هو داب كاع هو مخيطو هو ولا رايب كاع مبقاش مخيط بغيت نتاها وقطعت الحجر ديالي اه مالنا خويا المشكل ديالي ماشي حاجه كنت خليت لها بلان ديال الكيف صافي هادشي اللي كاين وخفت وتخلعت وانا نقطع الحجر ديالي بغيت نتاهر كنت بغيت نتاهر وصافي هادشي اللي كاين دابا لا بخير دابا ملي رجعت بخير ما بقيت لقيت والو ما دار ليا والو داك السيد عام 2015 كيس مزوج لا قلت تفرقت مع المرأة عاد طلق حتى وقع المشاكل من الاخر المشاكل ديال من الاخر مالك على حالتك اخويا مالك على حالتك ما لقيتي ما تقطع صبعك قطع ودنك قطع نيفك صاحبي قطع الكار اخويا ما لقيتي ما تقطع غير البونداكاني تخنى عليك بالله واه انت مخلوعه صاحبي مال الدين ديماك علاش غتقطع هذاك هو الهرمون صاحبي هذاك هو باش معروف الراجل اودي اللهم لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا امين علاش السؤال المطروح علاش نتوما مجموعين تما الصف ديال الرجال والصف ديال العيالات كتصليو جماعه شي ما عارفين واش في تركيا ولا في شي قنت شي قرينه كحله وعلم الله فين هاد الشيء كاع زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب انا جايب اخويا اليسون شبير رونالدو ويلي ويلي النقعه ميسي بنزيما بيلي بيلينغهام اول بنزيما قصير فان داي مصريين والله لا اله هرباني ما شوف ما عرفتي منين جمعهم هذاك الشيء ايوا اودي الحاج جديك اول حاج ولا تيشطح كاع ما بقى فيه روماتيزم ما كيضرو عظم كاينينش هنا في المغرب هاد الرقيصات المصريات حتى حنا نمشيو ليهم نتفرجوا ليهم حتى قلت لك اصاحبي بغينا نشجعوا الثقافه بغينا نشجعوا الرقص والاغاني والموسيقى ويلي 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 طوموبيله عامره بالدريات حنا كنتجمعوا شوف حنا كنتجمعوا على الخير حنا الدريات كنزيدوا لهم السوايع وكنبوهم كنخليهم شي ظروف الزنقه يتحرشوا بهم اللهم ركبوهم معنا في الطوموبيله صاحبي شو انا نتفرع عليهم بلاصه انا اللي كنسوق انا نخشي تما هي اللي تسوق حنا ايوا الاخوان وصلنا نهايه الفيديو كنتمنى الحلقه تكون عجبتك لا عجبتك الحلقه دير شي جيم وشي ابوني وتلقى في الحلقه الجايه ان شاء الله تهلا فراسك وتهلا في والديك تهلاو